سورة الأحزاب من أولها. يا الله، سورة الأحزاب هي السورة 33 من أول المصحف، وهي سورة مدنية بالإجماع، وآيتها 73 آية، نزلت بعد سورة آل عمران. سورة آل عمران فيها ذكر غزوة أحد، وسورة الأحزاب فيها ذكر غزوة الأحزاب وكانت بعد أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ونفع اقرأها، يا أيها النبي اتق الله، النبي ويمد 4 حركات قالون و6 حركات ورش. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والمأمور بمن؟ والمأمور بأمر هو ملتزم به أصلا، مع أن استمر على ما أنت عليه، لأن النبي كان متقي الله أصلا قبل حتى نزول هذه الآية. ولكن لما يقول له يا أيها النبي اتق الله، استمر على ما أنت عليه من تقوى الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، عليما بك وبهم، وكذلك حكيما يحكم أمره سبحانه وتعالى ويتقنه على وفق مراده سبحانه. فضل يا سيدي. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي استمر على اتباع ما يوحى إليه من ربك، لأنه كان أيضا متبع. فإذا أمرت الملتزم معنى استمر على ما أنت عليه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما يعملون خبيرا. الياء يعملون، هكذا قراءة أبو عمرو البصري. باقي القراء بالتاء، إنه كان بما تعملون خبيرا. وكان معناه ما زال، يعني كان هنا تفقد معناها الزماني، حيث أن الله خارج عن الزمان، يعني كان وما زال، يعني دائما. إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله، أي خذ بالأسباب مستعينا بالله، أدي معنى التوكل على الله. خذ بالأسباب تعبدا، واستعن بالله تحققا، وتوكل على الله يعني معناه استمر على ما أنت عليه من توكلك. وكفى بالله وكيلا، والله فيه الكفاية، هو الذي يكفي عبده ويرعاه ويهديه ويأويه وينصره ويرزقه، فكفى بالله وكيلا. تفضل يا سيدي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب هنا بمعنى ايه؟ بمعنى البال والإدراك.
يعني ما يكونش ليه، عشان كده المصريين يقول لك ايه، صاحب بالين كذاب. فهمت؟ لابد ان يكون الانسان وجهات واحده، ما يكونش ليه كذا وجهه في وقت واحد، يكون مشتت. يبقى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه حتى لا يشتته، بل لابد ان يكون في جهه واحده. ليه؟ ده بيرد على المنافقين. المنافقين قالوا اصل احنا لينا قلبين، قلب مؤمن وقلب كافر. يعني بيرد عليه، يقول لا، ده ادعاء منكم، انتم مجرمين، لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. والمقصود بالقلب هنا هو إيه؟ الإدراك. الإدراك اللي هو محله الإيمان، والقلب محله الإيمان والإدراك والاهتمام. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم إلا تظاهرون، إلا تظاهرون. دي قراءة ورش وأبو جعفر مع المد والكسر. تظاهرون، تظهرون بغير ألف بعد الظاء، تظهرون. باقي القراء تظاهرون، لأن كان العرب قبل الإسلام كان إذا أراد أن يطلق زوجته يقول أنت عليك ظهر أمي، ويعتبر أن هذا لفظ من ألفاظ الطلاق والفراق. فجاء القرآن وحرم الظهار وجعله منكر من القول وزور، ثم جعل له حلا وأخرجه من دائرة الطلاق، وجعل له حل تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وما جعل أزواجكم اللائي، اللي يقولوا اللائي تظاهرون ابن عامر والكوفيون. وفي قراءة وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، تظاهرون. يبقى في تظاهرون، تظاهرون، تظهرون، 3 قراءات. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ورش يقراها أدعياءكم أبناءكم. وما جعل الدعي هو الذي ينسب للرجل ولم يكن له ولادة، عليه فيه ولادة، يعني يجيب واحد كده يتبناه ويقول له أنت ابني وينسبه ليه، يبقى فلان ابن فلان وهو مش ابنه، يسموه دعي ملصق. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، مراعاة لإيه؟ للأنساب، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وهذا أيضا له سبب، أن العرب كانت تتبنى وتجعل الابن من التبني له نفس حكم الابن من النسب، فجاء الإسلام ونهى عن ذلك. والنبي على عادة العرب قبل الإسلام تبنى زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان غلام عند ستنا خديجة، فأهدته لسيدنا محمد فصار غلام سيدنا محمد، يعني عبد عند سيدنا محمد، رقيق، وعاش مع سيدنا محمد فترة. أبوه وعمه من اليمن علموا أنه موجود عند سيدنا محمد في مكة، لأنه كان خطف وهو صغير من اليمن وباعوه في مكة، فآل ملكا إلى سيدتنا خديجة، فلما تزوج النبي أهدته النبيين يخدمه، فبقى عبد عند سيدنا محمد. لما علم آبائه وأعمامه بوجوده في مكة عند رجل يسمى محمد وكان قبل البعثة لم يعرفوا أنه نبي بعد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم حج وطلبوا منه أن يعطيهم ابنهم ويأخذ ثمنه، يعني يطلب فيه اللي هو عايزه يدي لك وناخده معنا عشان ده ولد حر، وأبائي كانوا
ملوك في اليمن أهل فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو عندكم خيروه، إن اختار أن يعود معكم يعود معكم، وأنا لا أريد منه مقابل، فهو وإن أراد أن يبقى فاتركوه على رغبته. فلما خيروه اختار سيدنا محمد أن يكون عبدا عند سيدنا محمد ولا حرا عند قوم. فلما اختار ذلك كافأه النبي وقال أنت من الآن زيد بن محمد، على عادة إيه ما كان معمول بها، لأن لم يأتي تشريع بعد، فجاءت هذه الآيات تحرم التبني، فصار بعد ذلك زيد ابن حارثة بعد ما كان يدعى زيد ابن محمد، لأنه معروف الأب، فمعروف الأب يدعى باسم أبيه. طب ومجهول الأب يبقى إيه؟ فلان مولى فلان، خد بالك. فإيه ادعوهم لآبائهم وأكثر من الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين إيه ومواليكم، يبقى بالولاء. زي سالم، سالم ما كناش عارفين اسم أبوه، فبقى سالم مولى أبي حذيفة، مش كده برضه؟ لكن زيد عارفين اسم أبوه، فلما عارفين اسمه بقى زيد ابن حارث، فاهم؟ يبقى اللي معروف اسم أبوه يرجع لاسم أبوه، واللي مش معروف اسم أبوه يبقى العلاقة بينه وبين ولاء، فلان مولى فلان. عشان كده بيقول وما جعل أدعياءكم أي المتبنين إيه كأبنائكم من الصلب والولادة، ده مختلف، ده غير ده، لأن ده ينبني عليه أحكام، النسب بينبني عليه أحكام. ذلكم قولكم بأفواهكم، ذلكم يعود عليه على الظهار وعلى التبني. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني يرشد إلى السبيل القويم بالشرع الشريف. تفضل يا سيدي. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يبقى المتبنين نعمل فيهم إيه بقى؟ ندعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم إن كنا نعرف آباءهم. هو أقسط عند الله يعني أعدل وأقرب للعدل. فإن لم تعلموا آباءهم، مش عارفين اسم أبو آبائهم، يبقى إيه؟ فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى أخوة الدين والولاء. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يبقى رفع عنكم إيه المؤاخذة في الخطأ. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والأمم السابقة كانت تؤاخذ بالخطأ وتؤاخذ بالنسيان. أبونا آدم كان من الشجرة ناسي وربنا أخذه عليه، لأن كانت شريعة أبونا آدم المؤاخذة بالنسيان. شفت بقى؟ لكن في شريعتنا الناسي خلاص لا شيء عليه. يبقى وليس عليكم جناح يعني حساب أو مؤاخذة فيما أخطأتم به، يعني فيما أخطأ من إذا فعلتم المخالفة وأنت مخطئ أو ناسي لا تؤاخذ، ده عند الله، وتؤاخذ عند الخلق. يبقى نفي المؤاخذة عند الله وليس عند الخلق. يعني افرض ان انا اذيت انسان خطأ، ادفع له تكاليف هذا الإذى، كسرت له حاجة او مثلا صدمته بسيارتي فيحتاج الى علاج او شيء من هذا، اتحمل التكاليف، لكن لا اثم علي عند الله، ربنا لا يؤاخذني. يعني هذا لا يسقط المسؤولية تجاه الخلق، لكن يسقط المسؤولية تجاه الحق، الخطأ والنسيان.
وليس عليكم جناح فيما يعني تكليف أو مؤاخذة أو حساب فيما أخطأتم به، ولكن الحساب ما تعمدت قلوبكم. إذا فعلت متعمدا ذاكرا عالما بالتحريم يبقى هنا بقى تؤاخذ، طالما فعلتها عالما إيه ذاكرا عامدا متعمدا. ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه المؤاخذة وكان الله غفورا رحيما. لكون الله غفور ورحيم رفع عنا هذا الإصر الذي كان يحاسب به الأمم السابقة، فالأمم السابقة كانت تحاسب على الخطأ دنيا وأخرى وتحاسب على النسيان دنيا وأخرى، فصار أمة النبي تحاسب على الخطأ والنسيان في حق الخلق في الدنيا ولا تؤاخذ عليه في الآخرة أمام الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون.